مساء الخير. سجلات هذا المساء يفتح ملفا لأول مرة نفتحه في برامجنا هنا في سجلات وفي علامات استفهام، نحاول أن نفهم ماذا يجري في إريتريا. منذ أسابيع حاولنا أن نفتح الملفات الصومالية أو ما له علاقة بالقرن الأفريقي، هذه المرة نحاول أن نفتش أكثر عن هذا البلد، عن هوية هذا البلد، عن ما يريد هذا البلد وعن النظام السياسي ومناكفته، سواء على مستوى القرن الأفريقي أو على مستوى الميدان الدولي أو على مستوى الداخلي أيضا بين معارضات ومولات. نحاول أن نفهم أريتريا حكاية نظام يناكف من أجل البقاء، يناكف من سنناقش هذه المسألة مع الأستاذ بشير إسحاق وهو السكرتير العام للحركة الفيدرالية الأريترية. أهلا بك أستاذ بشير. طبعا المشاهد العربي قد يستغرب منك أستاذ بشير إسحاق وأنت تتكلم عربي بطلاقة، لأنه في عرب في أريتريا كما هناك غير العرب أيضا في أريتريا. لو نعرف منك هذه الأريتريا تاريخا، كيف أصبحت بلد وكيف توصل هذا البلد إلى أن يصبح بلد يناكف الجميع في أفريقيا وفي العالم؟ نعم، حقيقة أريتريا شعبا هي تلاقح لحضارات، الحضارة العربية وإفريقيا من الجانب الآخر. طبعا إريتريا على شاطئ البحر الأحمر بمقابل الشاطئ العربي، إذن الشاطئ الغربي من 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 المنطقة العربية أو الشاطئ الغربي من البحر الأحمر بيكونوا خليط من البشر. طبعا الهجرات العربية إلى إفريقيا كانت أول ما تجي على أرض إريتريا، ومن ثمها تنطلق حتى الإسلام، يعني دخوله كان عبر 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 إريتريا، عبر بوابة البحر الأحمر. ولذلك نجد إنه عبر إريتريا التي كانت تاريخا تسمى ماذا؟ قديما هذه المنطقة كلها كانت تسمى الحبشة. من مصر وانت نازل على شرق إفريقيا هذه المنطقة كلها كانت تسمى منطقة الحبشة، أو في فترة من الفترة كانت تسمى السودان. إذن الأسماء السودان أو الحبشة هي أسماء تاريخية لمنطقة جغرافية أكبر من المنطقة الحالية اللي اليوم نسميه السودان أو نسميه الحبشة. أما الشعوب اللي تسكن أيضا هذه المنطقة والشعب الإريتري ليس هو استثناء، هو خليط من الشعوب، بالذات هو خليط عربي إفريقي عبر التاريخ. البعض منه حديث يعد جدوده إلى المنطقة العربية مثلا وينتمي إلى بعض القبائل، والآخر ربما فقد حتى مسألة الصلة بالأصول، وحتى بغض النظر عن العرق إنه هو إفريقي محض أم هو خليط عربي أم هو عربي محض، بغض النظر عن هذه المسألة، مسألة الثقافة والهوية ما بتحددها العرق، بل إنما تحدد التعرض لهذه الثقافات. من هم العرب في أريتريا؟ هناك طبعا من هو قريب من اليمن، وهناك من قريب من السودان، ما الذي يجمع؟ اللغة؟ نعم، اللغة، وأيضا حتى الذين لا يتكلمون اللغة العربية فعندما تسألهم عن أنسابهم فهم ينتمون إلى الجزيرة العربية، ينسوا أنفسهم إلى الجزيرة العربية، إلى بعض القبائل في الجزيرة العربية. وبالتالي مسألة اليوم من يتحدث باللغة العربية هي مسألة من تعرض لثقافة معينة في زمن معين هي اللي تحددها. أما مسألة الانتماء العرقي فأعتقد أنه الأغلبية الساحقة من إريتريا لم نقل القليل جدا فهم إما هم عرب أقحح أما هم خليط بين العرب والأفارقة نتيجة للتمادي في عملية في مسألة الهوية. أن تكون عربي في إريتريا، هويتك انتمائك تشعر أنك تنتمي إلى ماذا؟ إلى أي أمة؟ إريتريا ليست عضوا في جامعة الدول العربية، أريتريا لا تعترف على المستوى الرسمي أنها دولة عربية أو حتى كيان عربي، لكن العرب في أريتريا هل هم مهتمون بقضايا العرب، هل أم هم مهتمون أكثر بقضايا أريتريا ومهتمون أكثر بقضايا القرن الأفريقي؟ نعم، مسألة الهوية طبعا هي مسألة بيحددها الشخص أو بتحددها الشعب المعين. يعني اللغة العربية دخلت به لغة التجارة، لغة التعليم، لغة الدين، لغة التواصل بين الناس. يعني إذن قسم كبير من إريتريا بالذات المسلمون
بالذات المسلمون اعتبروا اللغة العربية هي لغتهم وتبنوها عبر السنين. البعض فقط فقد اللهجات الأصلية اللي كانت موجودة، وهي أصلا هي حتى اللهجات الإريترية هي سامية، وأعتقد في مرحلة من المراحل كانت هي واحدة من اللغة العربية، ولكن بعد زمن ربما اللغة السبائية مثلا اللغة السبائية القديمة. لكن في يوميات نتحدث نحن في القرن 21 في يوميات العربي في إريتريا، نعم، هو يتابع الفضائيات أن 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 يعرف ماذا يجري عند العرب أو لا يهم الأمر لأنه عنده مشاكل أكبر؟ نعم، الشعب الإريتري بكلياته جميعا مسلمون مسيحيون جميع الشعب الإريتري ينتمي بوجدانه الثقافي أو قبلته الثقافية هي المنطقة العربية، فهو يتجه غربا أو شرقا إلى المنطقة العربية وشمالا. نعم أنا أتحدث عن إريتريا كلها. مثلا تجد الإريتري حتى في 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 العرق الأثيوبي وهو يعتبر نفسه جزء من أثيوبيا أكثر من جزء من إريتريا. حتى إثيوبيا، حتى المناطق الشمالية من إثيوبيا لو رجعنا لبعض الكتاب أيضا نحن بنجد مثلا إيرليك هاجاي واحد يهودي عنده كتاب بيقول إنه إثيوبيا أو الشمال إثيوبيا وإريتريا هي توجد في إفريقيا ولكنها دول شرق أوسطية. إريتريا بحكم تكوينها الثقافي بحكم معناها الجغرافية كان لها مكاني خاصة منذ النبوة حتى الآن، الحبشة والإسلام في الحبشة. نعم، أولا كانت مسألة الهجرة فأدت للحبشة أعتقد وهذا التاريخ نعرفه جميعا، المهاجرين الأوائل في الحبشة ودخل الإسلام ربما قبل أن ينتشر في مكة أو يبنى في المدينة، ونعتبر المسجد النجاشي في 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 حدود الإريترية الإثيوبية يمكن يكون أول مسجد بني في الإسلام. إذن تأثير الإسلام وتأثير العربي هو قديم جدا في هذا المنطقة، ولكن في نفس الوقت ما اكتفوا بالإسلام وفقط. قبل الإسلام كانت فيه هجرات عربية، يعني العرب دائما كانوا، وأيضا الجانب الآخر مثلا أبرهة وتاريخ المعروف اللي موجود احتلال اليمن وإثيوب اللي هي الحبشة في فترة من الفترات كانت تسيطر على كثير من المناطق وتتنافس مع فارس في تلك المنطقة. إذن التمازج الحضاري بين هذه المنطقتين ليس لم يبدأ بالإسلام، واعتقد ايضا مواصل الى يومنا هذا. طيب إريتريا الحديثه يبدو انها ايضا كيان اصطنع، كيان استحدث، حتى نقول اصطنع كما استحدثت كيانات كثيره. هي مجموعه اراضي تنتمي الى اما الاثيوبيين اما العرب، وجرى التداول تاريخيا في مصيره لا اعرف يعني الى يعني يبدو انه كان النقاش هل تنضم جزء من الاراضي الى السودان وتنضم جزء اخر من اثيوبيا، لكن المستعمر بين مزدوجين قرر ان يكون لإريتريا حدود وكيان. نعم هذا صحيح، ولكن هذا ليس حصرا على إريتريا، هذا المسار صحيح في إفريقيا كلها. أقول مستحدث في كل المنطقة. نعم الحدود في الدول الإفريقية هي حدود مصطنعة من قبل الاستعمار وحددت على حسب مصالحه هو وليست على مصالح تلك الشعوب أو على انتماءاتها. هذا ينطبق على إريتريا أيضا. نعم هناك الحضارة الحبشية المعروفة، إذا نحن اعتبرنا إثيوبيا بتمثل هذا الدولة الحبشية، مع أن إثيوبيا لا تمثل الحبشة التاريخية بل إنما جزء من إثيوبيا الآن، هو جزء من الحبشة، جزء من الحبشة القديمة، هو جزء من إريتريا. أيضا السودان اللي هي بدل ما أسميها السودان خليني أقول هي حضارة وادي النيل مثلا. ما قام حول وادي النيل من تمازج بين الثقافة العربية الإفريقية الإسلامية، إريتريا هي شيء من هذا وشيء من ذاك. شيء من هذا وشيء من ذا. الإيطاليين كانوا بحاجة إلى مستعمرة، وبالتالي أنا على ما أعتقد إن هم دخلوا في تخوم السودان التاريخي وليس السياسي، السودان التاريخي والحبشة التاريخية، وأقاموا دولة إريتريا، والغرض كان لكي ينطلقوا منها إلى إفريقيا لتحديد مصالحهم، وربما كانت فرنسا موجودة في المنطقة وبريطانيا، وبالتالي ما فيش حد أحسن من حد إلا الإيطاليين عايزين أيضا يأخذوا لهم مستعمرة وينتشروا منها. وهكذا أنا بعتقد هم أخذوا شيء من الحبشة التاريخية وشيء من السودان التاريخي وخلقوا منه إريتريا، ولكن
ولكن عشان ما يعتقد المشاهد انه ما فيش دوله اسمها اريتريا وبالذات هي مصطنعه بالذات تعود الى اصلها، كل الدول الافريقيه قامت بهذا الشكل. هذا حصل في السودان مثلا بين الدارفور ودار وداي اللي هي الفرنسيين، والدار وداي اصبحت فيما بعد تشاد وغيرها. يعني الاستعمار بيفرض شيء، ولكن فيما بعد بتقوم دوله، تقوم دولة، الشعب هذه بتفاعل مع بعضه، بموت مع بعض، يحيا مع بعض، ويتعاش وتخلق هوية جديدة، هوية جديدة يحركها الاستعمار في البداية، ولكنها يتبناها، تتبناها الشعوب فيما بعد، وخصوصا أنه هذه الهوية تصبح عصبية في مرحلة معينة من التاريخ لها علاقة بحرب بالتحرير. يفترض أن أريتريا أن تكون دولة مستقلة، تم احتلالها من قبل أثيوبيا أيام هيلا سلاسي، وتنادت فصائل أريترية للاستقلال. يمكن هذا الذي جعل أن هناك عصبية أريترية عربية وأفريقية تنبني إلى هذه. بعد هذا الاستقلال كيف تطور أولا علاقة أريتريا مع الأمبراطورية مع أثيوبيا، وأيضا كيف تطور الوضع السياسي الداخلي في أريتريا؟ نعم، أولا علاقة إريتريا مع جيرانها ليس مع أثيوبيا فقط. في البداية الشعارات اللي كانت مطروحة إنه إريتريا حتتحول إلى جسر، وهذا أظن وظيفة الحقيقية، تتحول إلى جسر بين الحبشة والمنطقة العربية، وبالتالي حتستفيد إريتريا ويستفيد الجيران، لأنه الإريتريين هم إما عرب إما يعتقدون أنهم عرب، وتربطهم علاقات تاريخية وحاضر وثقافة مع المنطقة العربية وكذا مع الحبشة. وبالتالي قامت علاقة جيدة بين إثيوبيا، لأن إثيوبيا أيضا تحدث عن علاقة بعد الاستقلال، بعد الاستقلال. نعم، حدث تغيير، التغيير الحدث باستقلال إريتريا أيضا حدث في إثيوبيا. نظام إمبراطور هيلي سيلاسي وبعد النظام العسكري لمنجستا هيلي ماريام تغير، سقطت الأنظمة هذه وقامت إريتريا دولة مستقلة، وقام تنظيم كان يقاتل مع الثورة الإريترية أو كان متأثر بها ويقاتل أيضا نفس العدو، وصل إلى السلطة. إذن العلاقة بدت علاقة جيدة واستبشر بها العالم كله. أنا بتذكر كلينتون في أيامه كان بيقول يعني إنه العلاقة بين إريتريا وإثيوبيا العلاقة نموذجية يجب أن يحتز بها جميع الدول في إفريقيا، ولكن للأسف الشديد انحدرت المسألة فجأة لخلافات ربما هي مسألة مين يكون في المنطقة هو القوى الإقليمية في المنطقة. إريتريا أو النظام في إريتريا أعتقد إنه هو من خلال انتصارات اللي حققها على إثيوبيا في 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 إريتريا، شعب 4 ملايين يهزم له 80 أو 90 مليون، وبالتالي أعتقد إنه أصابه نوع من الغرور وعاوز يبقى قوة إقليمية في المنطقة. إثيوبيا بمواردها وبشعبها أيضا، فحصل صراع بين الحكومتين، أنا ما أقول بين الشعبين لكن أكون بين الحكومتين، أدت إلى تدهور الوضع الداخلي أيضا. يعني الوضع الداخلي طبعا في كل الثورات وللأسف الشديد أو في غالبيتها عندما تقوم حرب وتطول الحرب زي عندنا في إريتريا 30-40 سنة، أعتقد الحكماء يذهبون إلى المقاعد الخلفية، والأبضايات أو هؤلاء الرجال الحرب والقتال ليس بمعنى البطول، بمعنى إنه من المغامرين ربما أنا أقول وليس دائما يأتون إلى الأمام. ما حصل عندنا الشباب مثل سياس أفورق وغيره اللي كانوا يصدروا العمل العسكري ضد إثيوبيا، يبدو بعد ما استقلت إريتريا تغيير الموجة من 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 ثورة إلى دولة فشل في الحدود، فبدوا بيتعاملوا مع الدولة بنفس العقلية في الثورة، بمعنى مسألة العنف الداخلي، وبالتالي أصبح إريتريا غير لا يوجد سلام بين الإريتريين في داخلها. بالتأكيد أي نظام ديكتاتوري بيعتمد على فئة معينة من الجماهير تدعمه لأسباب عاطفية تاريخية وغيرها. إذن ما حصل في إريتريا هو النظام أقصى كثير من الـ من الـ من الـ من الجهات. مثلا الناس اللي بتعتبر أو الإريتريين الذين يعتبرون إنه هم انتمون إلى الثقافة العربية، وبالتالي إريتريا ممكن اللغة العربية فيها هي أساسية، وهكذا كانت
كلغة أولى أو لغة مشاركة مع اللغة التجرينية، ألغى هذه المسألة وتجاهلها تماما وركز على مسألة الهوية بمعنى هويته هو الخاص أو بما ينتمي إلى. إذن حصل نوع من الارتداد حتى من الثورة، وصار الإريتريين ينظرون إلى بعضهم البعض بعين الشك. بمعنى تحولت هذه الثورة، ثورة التحرير، تحولت إلى نظام ديكتاتوري كما كثير من الثورات في العالم. نعم. تحول الحزب الثوري إلى الحزب الحاكم، وتم إقصاء المعارضة. وطبعا يعني من خلال التقارير التي لها علاقة بحقوق الإنسان أريد يعني في المراتب المتأخرة في هذا الشأن. لكن الغريب في الموضوع أستاذ بشير إسحاق أن أريتريا تصمد على مستوى الدولة كنظام، وأنها في كل مرة نأتي على مسألة لها علاقة بالسودان، السودان فأريتريا عنصر فاعل، مسألة لها علاقة بالصومال أريتريا عنصر فاعل، لا مسألة لها علاقة بأثيوبيا أو في أي منطقة أخرى، ونشعر أن لأريتريا وظيفة هي أن تناكف الجميع، ومن أجل هذه المناكفة مقابل هذه الوظيفة هناك إما ضمانات مالية إما اقتصادية إما سياسية. أولا، هل أنا دقيق في هذا الوصف أن لأريتريا وظيفة؟ أسياس أفوركي يقود أريتريا كبلد يؤجر فيه خدمات سياسية أو أمنية أو عسكرية، ولماذا اختار هذا؟ نعم، أنت دقيق جدا في توصيفك لهذه المسألة. إريتريا للأسف الشديد بدل ما أن تكون عامل استقرار في المنطقة، بدل ما أن تكون هي عامل تعاون في المنطقة بين جيرانها الكبار، أصبحت دولة بتثير المشاكل لجيرانها. وفعلا النظام الإريتري امتهن هذه المسألة، أخذوها كمهنة، كمصدر للرزق، كمصدر للدقل. هذا يعني أنها ضرورة، أن أريتريا هي ضرورة. بأي صفة؟ بأي صفة؟ إذا كان للافتراضات مثلا أن أريتريا كانت تناكف النظام في السودان وتدعم المعارضة لمصلحة مثلا الليبيين في فترة من الفترات، إذا أريتريا لم توجد فالليبي سيوجد أريتريا. أريتريا في موضوع الصومال هي متهمة أيضا بأنها تدعم حركة الشباب التي تقول أنها جزء من القاعدة، والاتهامات كينية وأفريقية إلى آخره. أيضا في مسألة الضغط على أثيوبيا في مسألة مياه النيل، طبعا مصر خائفة من أي سدود أثيوبية تؤثر على مياه النيل، كان في علاقة جيدة بين نظام حسني مبارك وأريتريا للضغط على أثيوبيا في هذا الشأن. فبالتالي يبدو أن أريتريا ضرورة لكثير من الدول الإقليمية والدولية أيضا. ولكن تصرف أريتريا هذا ليس ضرورة للشعب الأريتري. طبعا ليس ضرورة الشعب الأريتري قاتل ليس للتحول إلى قاعدة لمناكفة الجيران وتبني أجندة خارجية، أو زي ما يسموها البروكسي وور اللي هو الحرب بالوكالة، عشان نحارب جيراننا ونحارب الآخرين عن أجندات بسبب أجندات خارجية. لكن للأسف الشديد إنه النظام استمر هذه المسألة ودخل فيها، ونحن نعتبر لا، ليست هذه التصرفات ليست ضرورة لوجود إريتريا، بل هي سبب في ربما نهاية إريتريا. ربما إريتريا كدولة لا سمح الله إذا واصل هذا النظام في طريقته اللي هو بواطن فيها، إريتريا كدولة ربما تنتهي كوجود. لسبب، إريتريا قامت لأن الشعب الإريتري كان عايز دولة وكيان وسيادة، وأجبر العالم الشعب الإريتري للاعتراف به وبوجوده وبكيانه. إذا واصل الشعب الإريتري، إذا واصلت الدولة الإريترية بتتحول إلى عامل عدم استقرار في المنطقة، فربما الجيران أو غيرهم أو الشعوب التي تتضرر من إريتريا ربما يدعو حد لهذا التصرف، وبيوضع حد لتصرفات هذه، ربما يضع حد لاستقلال إريتريا. نقاشي معك أستاذ بشير أنه حتى الآن لم يقم المجتمع الدولي، طبعا المجتمع الدولي حاليا يفرض مجموعة من العقوبات على إريتريا، أريد أن أقشق في هذه الموضوع، لكن لدي شعور أن أريتريا لديها مرجعية دولية تسمح لها بأن تتصرف بهذا الشكل. عندما تتصرف ضد السودان وتدعم المعارضة في السودان في الوقت الذي تناكف فيه الولايات المتحدة السودان، هذا يعطينا علامة أن الولايات المتحدة راضية عن الدور الأريتري، وقد تكون وراء هذا الدور الأريتري. ربما في وقت معين أريتريا استعملت ولا زالت على ما أعتقد أنا لأجندات الخارجية. بالنسبة للتحرش بالسودان،
بعد استغلال إريتريا. طبعا إريتريا أخذت السفارة السودانية وسلمتها للمعارضة وقامت بقضايا حتى منافية مع الأعراف الدولية. كانت تحس إريتريا مدعومة. مثلا مصر نظام المصري كان بيرى أنه مشكلة حلايب مع السودان مسألة النظام الإسلامي في السودان والخوف المصري أو النظام حسني مبارك من نظام بهذا الشكل في السودان. وبالتالي كانت إريتريا هي جهة ممكن استعمالها مشاغلة السودان من جهة الشرق حتى لا يستقر. برأيك الأمر تبدل الآن يعني بعد الربيع العربي وبعد بالضبط الأمور تبدلت. الأمور تبدلت الآن وأيضا تبدلت في في يعني بالتحديد هل ما زال هناك دور لإريتريا في السودان مثلا بعد اتفاقات الدوحة وبعد انتهاء كثير من السودان لو كان تجاوز أزماته. أنا ما بعتقد أن الأزمة الأساسية للسودان هي إريتريا. إريتريا لا زالت تستغل بعض الأزمات السودانية مثلا دارفور. قضية دارفور ليست قضية خلقتها ولكن إريتريا بتستعمل الكرت الدارفوري. إريتريا يبدو أنها لا تتبرع هي يعني قد تتبرع بالأمر في الصومال لمناكفة العدو الكبير هو أثيوبيا، لكن في السودان إريتريا لا تتبرع، هي يدفع لها، قد يكون الدافع مصري أو ليبي أو حتى أمريكي. هل اليوم هناك مصلحة لأثيوبيا ومن الذي يدفع أثيوبيا لمناكفة السودان؟ إثيوبيا إريتريا إريتريا تناكف السودان ليس بالضرورة أن لمن يدفعها. في البداية كان الأمر هكذا، نظام الغزافي يناكف السودان وكذلك النظام المصري وأيضا ربما قوة دولية أخرى وأكبر من هذه الدول. ولكن فيما بعد أن أعتقد ضعف السودان ضعف السودان وعدم قدرته لحل مشاكله الداخلية أغرى إريتريا بأنها تستعمل المعارضات السودانية لتخويف، لأن السودان في دارفور عنده قضية، السودان في الجنوب كان عنده قضية وكان في مواجهة في تلك المناطق. ما يريد السودان أن يفتح جبهة جديدة في الشرق، وإريتريا تعرف هذه المسألة، وبالتالي تستجلب بعض المعارضات وتخلق بعض المشاكل في الحدود وتلوح بأنه المعارضات حتضرب شرق السودان، وبالتالي النظام بيخاف ويديها اللي هو عايزه، مثلا عايزين بترول، عايزين كل ما حصلت أزمة بترول أو حصلت في إريتريا واحتاجوا إلى شيء. لكن ما الذي يخوف السودان؟ منذ قليل تحدثت عن 4 مليون إريتري مقابل حوالي 80 مليون أو عدد الأثيوبيين. على كل حال يعني الملايين الموجودة فيه، ما هي قوة هذه الدولة الصغرى التي اسمها إريتريا لكي تناكف السودان، تناكف أثيوبيا، وناكفت فترة من الفترات اليمن، ولا تستطع كل هذه الدول أن تلغي هذا الدور وقد تلغي هذا البلد كما لمحت أيضا؟ قوة إريتريا هي من صمود شعبها في فترة حق تقرير مصير أو في فترة الحرب للاستقلال. هذا الشعب هو معروف عنه أنه أكيد حوالي 4 ملايين، ولكن لمدة 30 سنة صمد وقاتل في جميع الجبهات. الأمريكان كانوا فترة من الفترات يدعموا نظام هيلي سيلاسي، قاتلهم الشعب الإريتري. فيما بعد تحول الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية بيدعموا نظام منغستو هيلي ماريام، فواصل الشعب الإريتري في قتالهم. على ما أعتقد أنه لا إثيوبيا ولا السودان ولا غيره يتجرأ في الفترة الحالية عشان يجرب الشعب الإريتري في وطنيته في الحفاظ على استقلال. كلنا وطنيين كلنا. ولكنك تضع الشعب الإريتري والنظام الإريتري في 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 خندق لا واحد. أنا لا أضعهم في خندق واحد، فأنا أقول النظام هو نظام اليوم الجميع يعتقد أنه هو نظام ديكتاتوري، هو نظام ديستابيلايزر زي ما يقول، اللي هو نظام عدم استقرار في هذه المنطقة. ولكن إزالة النظام ربما في بعض الأحيان ترتبط بالشيء الوطني، لأن النظام بيلوح بالاعتداء على استقلال إريتريا، وبالتالي الشعب الإريتري عندما تأتي المسألة في مسألة وجود إريتريا أو عدم وجودها، مثلا إثيوبيا توجد حساسية خاصة من الإثيوبيين، لأن إثيوبيا كانت بتحكم إريتريا لفترة طويلة جدا وكانت هناك حروب بين الشعب الإريتري والإثيوبي. تبدلت هذه الأحوال، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد شك إلى الآن. يعني أي تدخل إثيوبي في اتجاه إريتريا بيرى الشعب الإريتري نوع من الريبة والشك بما فيهم واحد منهم أنا. السودان ليس في وضع أن يهدد حد
أن يهدد حد. وبالتالي النظام الإريتري عارف الوضع هذا وأيضا يعرف النظام الإريتري. لماذا إريتريا مثلا؟ ليبيا لخيراتها وبترولها وغيره كده. ماذا تشكل إريتريا اليوم لكي يتحمس تتحمس دولة كبرى ولا جهة معينة حتى تزيل نظام، حتى لو كان هذا النظام هو نظام بيسبب قلق لجيرانه؟ إذن إزالة نظام بهذا الشكل هي أولا وأخيرا هي مسؤولية الشعب الإريتري في حد ذاته، ونحن نعتقد إنه هذا النظام سيزول وما حيكون له قاتل، يعني بيقتل الشعب الإريتري بنفسه. بمعنى أستاذ نحن الذين سنزيل هذا النظام، وكما أتينا بدولة إريترية مستقلة حنأتي بدولة إريترية مستقلة ديمقراطية، وأعتقد هذا هو جزء من حرب التحرير. هذا سيكون أستاذ بشير إسحاق. طبعا أذكر بأنك شخصية معارضة رأس حركة الفيدرالية الإريترية، سأتكلم عن المعارضة، سأتكلم عن الفكرة الفيدرالية أيضا، سأتكلم عن بقية الفصائل، وسأتكلم أنه في حاليا في ظل الربيع العربي هل هناك أيضا بين مزدوجين ربيع في القرن الأفريقي؟ سنتطرق أيضا إلى المؤتمر الذي عقد أخيرا في لندن حول موضوع السودان، ولم تدع إريتريا إليه. بعد الفاصل ابقوا معنا. إريتريا حكاية نظام يناكف من أجل البقاء، نقاش مع الأستاذ بشير إسحاق وهو السكرتير العام للحركة الفيدرالية الإريترية. أستاذ بشير، أريد أن أذكر بأن العالم، المجتمع الدولي لسبب ما وبضغط أيضا من الدول الإقليمية في أفريقيا فرض عقوبات على إريتريا. أعتقد أن النسخة الأخيرة من هذه العقوبات كانت لإجبار إريتريا على وقف الاستخدام الابتزازي والتهديدات بالعنف والاحتيال والوسائل غير المشروع الأخرى لتحصيل الضرائب خارج إريتريا من مواطنيها. لم أفهم ذلك. تفرض إريتريا في المواطنين الإريتريين، أو فلنقل المواطنين الأوروبيين والأمريكان وغيرهم في الدول المهجر من أصل إريتري، تفرض عليهم ضريبة 2% من دخولهم، ومن لم يدفع تلك الضريبة وهم في الخارج، وهم في الخارج هم يدفعوا ضرائب في الخارج ويدفعوا ضرائب في إريتريا. نعم، مثلا في بريطانيا، وإلا لا تعود إلى البلد، وإلا لن أولا لن تعود إلى البلد، وممتلكاتك لو كانت لك ممتلكات تكون عرضة للمصادرة أيضا. ليس هذا فقط، يعني ربما لو كان جزء من أسرتك هناك تعرض لمضايقات، وتعتبر بصفة أو بأخرى أنه أنت طابور خامس أو أنت شخص معادي للدولة الإريترية إذا لم تدفع. يعني هذا دليل أنه في مشكلة مداخيل في لإريتريا. نعم، إريتريا بتعاني من مداخل، لأن هذا النظام في 20 سنة بعد استغلال إريتريا لم يستطيع صناعة السلام وبالتالي صناعة التنمية، وكل ما يقدر بيعمله هو صناعة حروب في هذه المنطقة، ولم يجني من يصنع حربا لا يجني منه إلا موتا يعني. فهذا ما جناه هذا النظام. وللأسف الشديد إريتريا اليوم تعتبر هي الدولة مقارنة بحجمها وحجم السكان، تعتبر الدولة الأولى اللي تصدر لاجئين إلى العالم، لأنه الشباب الإريتري وكل إريتري يستطيع أن يصل إلى الحدود فيهرب، لأنه هذا الخيار المطروح أمامه. القرار أيضا دان القرار اللي صدر في آخر العام الماضي، إريتريا لاستخدامها ضريبة التحويلات لتحويل أعمال تلحق الضرر بمنطقة القرن الأفريقي. مجموعة دول شرق أفريقيا طالبت بفرض عقوبات على أعمال المناجم الإريترية، وهذا القرار المجلس الأمن لم يأتي على موضوع المناجم، وكأنه المجتمع الدولي لا يريد لهذه الدولة أن تنهار نهائيا في حال تم فرض العقوبات على المناجم. هل برأيك هذا العالم ذاهب باتجاه ممارسة ضغوط قصوى إلى درجة انهيار النظام، أم ما زال في هذا العالم من يرى في هذا النظام فائدة معينة؟ لا، أنا أعتقد إنه المجتمع الدولي سيفرض عقوبات أكثر، وربما سيساهم من خلال الضغط
على إسقاط هذا النظام. لا أعتقد أنه عدم قدرة الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة لاتخاذ العقوبات لكي تشمل المناجم ليس هو فقط لأن المجتمع الدولي هناك من يريد لهذا النظام أن يبقى، ولكن المصالح لبعض الدول يعني بالتحديد الصين وبعض الدول اللي لها استثمارات في هذا المناجم في تلك المناجم، ربما هو طمعا وعدم اهتمام بحقوق الإنسان أكثر منه هو الرغبة في بقاء هذا النظام. فهذا النظام اليوم الجميع يعرف في جميع أنحاء العالم بما فيها تلك الدول التي امتنعت أن تصوت حول هذه المسألة، أعتقد الجميع يعرف أن هذا النظام هو من أسوأ الأنظمة على إطلاقه في المنطقة في تلك المنطقة وفي إفريقيا. هو مصدر الإزعاج، هو مصدر الحروب في تلك المنطقة. ربما أعتقد الكثيرون أنه بعد نهاية الحرب الإريترية الإثيوبية حتنعم هذه المنطقة بسلام، ولكن أتى هذا النظام وفعل ما فعل وصلنا في الدائرة الأولى. أحد اهتمام الأفريقية في أغسطس آب الماضي قمة هيئة التنمية التي تشمل جيبوتي، أثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، أوغندا، طلبت بتشديد العقوبات على إريتريا. عندما أسمع هذه الدول، عندما يعني أقرأ جيبوتي، أثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، أوغندا، كلهم مجتمعين ضد هذا النظام داخل النظام داخل إريتريا نفسها، هل بدأ هناك مراجعة وهل بدأ هناك انشقاقات داخلية تقول أنه أي فائدة حتى على مستوى البزنس، حتى على مستوى المصالح، أي فائدة أن تصبح إريتريا بهذا الشكل منبوذة من قبل الجيران قبل المجتمع الدولي؟ النظام الإريتري أصلا هو تبلد تماما. يعني أي نظام عاقل أو أي رجل عاقل على رأس النظام لابد أن يراجع هذا، لكن النظام الإريتري أنا أعتقد أنه وصل إلى 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 منطقة ليس قادر لمراجعة نفسه، لأنه أولا داخليا هذا النظام يعني أولغ في الدماء. الشلة التي تحكم هذا البلد وهي قليلة جدا يعني انقمصت أيديها في دماء الشعب الإريتري. من هي هذه الشلة عنصرية، شلة بمعنى عرقي، شلة بمعنى ديني، بمعنى بأي من ما الذي يجمع هذه الشلة؟ هي مجموعة من المافيا بمعنى آخر، هم البعض من المقاتلين الإريتريين أو من الضباط الإريتريين اللي كانوا في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وفيما بعد حددوا لنفسهم حزب صغير سموه حزب الجبهة الشعبية للعدالة والتنمية، وعلى رأسه أسياس أفورقي، وقلة من الجنرالات أو بعض المقاتلين الذي أسماهم أسياس فيما بعد جنرالات منتفعين من هذه الدولة. هم حقيقة لا نستطيع أن نقول أقاموا دولة، لكن أقاموا دولة للمافيا، قلة بسيطة منتفعة من دمار إريتريا. هل هذه المافيا أثيوبية عربية أم أيضا؟ لا، هي إريتريا محضة، هم من الإريتريين. لا داخل إريتريا طبعا، إحنا العرق العربي والعرق الأثيوبي هذا نتكلم عنه. أنا كنت قلت لك بالبداية إنه من ناحية العرق فالشعب الإريتري جميعه لا توجد قبيلة أو مجموعة بشرية لا تنسب نفسها إلى العرق، فالجميع يعتقد إنه حتى الأثيوبيين. نعم، حتى شمال إثيوبيا يعني وكثير من القبائل الإثيوبية بالذات شمال إثيوبيا فينسبون أنفسهم إلى العرب، وهذا أيضا أظن وقع تاريخي. يعني لماذا حتى أكسوم مركز الثقافة الحبشية يعني هي هجرات من اليمن، ومعروفة الحبشات وحمير. طب في بداية الاستقلال هل كان هناك نقاش في أثيوبيا في إريتريا الجديدة حول الانتماء إلى الجامعة العربية؟ هل هناك من رفض ذلك قال نحن لسنا عرب ولا ننتمي؟ نعم، غالبية الشعب الإريتري كان يتوقع أنه اللغة العربية حتكون هي اللغة الرسمية بجانب اللغة التجرينية في إريتريا، وهذا ما كان سائد في أثناء الثورة وحتى قبلها في الاستعمار الإيطالي والإنجليزي، وحتى في زمن الأتراك وغيره لما كانت إريتريا جزء من الدولة العثمانية كانت اللغة العربية هي لغة الدولة وهي لغة السوق وهي لغة التجارة بدون منازع. وكان الشعب الإريتري يتوقع بعد الاستقلال أن اللغة العربية حتكون تأخذ مكانتها الطبيعي الأقصى من النظام الإثيوبي.
وبالطبع كان بيعتقد انه اريتريا حتتماهى مع محيطها العربي والاسلامي وتكون جزء من 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 من, من هذا المحيط. كان النظام السياسي أفورقي تحديدا هو الذي رفض مسألة التحدث عن الهوية الإريترية وعن الهوية العربية أو الانتماء للمنطقة، وصار يتحدث عن هوية إريترية وأتى ببعض القضايا اللي هي نحن نعتبرها عنصرية لفصل الشعب الإريتري، حتى العلائق التي تربطه مع حبشة التاريخية ومع السودان التاريخ ومع المنطقة. أستاذ بشير، غريب الموضوع أنه الانتماء إلى الجامعة العربية ليس انتماء إلى الهوية، الجامعة العربية هي 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 هي, هي, هي مؤسسة دولي بإمكان دولة كالجزائر أو 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 مغرب أن تكون جزء من الجامعة العربية، علما أنه بالجزائر هناك من لا يتكلم العربية لكنه جزء من الجامعة العربية، وبالجزائر هي جزء أيضا من الاتحاد الأفريقي. كان بإمكان أريتريا أيضا أن تكون جزء من الاتحاد الأفريقي وجزء من الجامعة العربية دون أن يكون دون أن يمس ذلك بجوهر الهوية الأريترية. بالضبط، الانتماء للجامعة العربية، جيبوتي هي جزء من الجامعة العربية وإريتريا أكثر عروبة من جيبوتي، والصومال هي جزء من الجامعة العربية أو جزر الغمر وغيرها. فأنا مسألة الدخول إلى الجامعة العربية هي مسألة اقتصادية سياسية غير مسألة الهوية. الهوية بيحددها الشعب، بيحدد انتماءه الثقافي، انتماءه الوجداني، ارتباطاته التاريخية والحاضر، مصالحه الاقتصادية. هذا اللي تحدد. ما هي اللغة الرسمية حاليا المعتمدة في إريتريا؟ اللغة المعتمدة هي اللغة التجرينية التي هي جزء من الإريتريين بتحدثوها، بالذات جنوب إريتريا أو الهضبة الإريترية كما نسميها نحن. وكذلك وهي لغة الإدارة؟ هي لغة الإدارة، هي لغة الإدارة والدولة وكل شيء. وكذلك بتستعملها الإقليم الشمالي أو اللي هو إقليم التجراي المتاقم لإريتريا من إثيوبيا. طيب، إذن هي لغة مشتركة بين إريتريا. بشكل سريع أستاذ بشير، أفهم منك في الأسبوع الأخير كان هناك مؤتمر في لندن، أعتبر مؤتمر لافت، لا أعرف إذا كان إلى هذه الدرجة كانت نتائجه. كان في مجموعة كبيرة من الدول الموجودة 70 دولة ومؤسسة وإلى آخره، لم تدعى إريتريا في الموضوع لمعالجة الموضوع الصومالي. هل تشعر من خلال هذا الدفع أن هناك اتجاه دولي حاليا لحل مسألة القرن الأفريقي، إنهاء هذا النزاع الصومالي نهائيا؟ وأحد أدوات إنهاء النزاع هو إنهاء هذا النظام في إريتريا. أنا أعتقد ذلك وأأمل أيضا في ذلك، إنه المجتمع الدولي لأول مرة صار يلتفت إلى المشكلة الصومالي ويناقشه بهذا المستوى الذي حصل في لندن. تناول الاستقرار والبحث على الاستقرار في الصومال لابد من عمل شيء تجاه هذا النظام في إريتريا، واعتقد المجتمع الدولي متجه في هذه المسألة، ولكن إسقاط النظام لا يتم بمؤتمر تقوم به بعض الدول 70 ولا 100 في لندن، بل هو مسؤولية إريتريا داخلية، ونحن بصدد هذه المسألة. ولذلك قبل أن نختتم البرنامج أريد أن أقول إنه نحن في نوفمبر الماضي عقدنا مؤتمر لجميع المكونات الإريترية، سياسية، مدنية، مجتمع مدني، وخرجنا بمجلس وطني إريتري. نأمل أن يكون المجلس الوطني هو المظلة التي تجمعنا جميعا لإسقاط هذا المعارضة. أم هناك أيضا فصائل لم تدخل إلا القليل، إلا من أبى كما يقول. طيب، يعني إلا الغلة. طبعا أنتم معارضة تريدون أو تعملون على إسقاط النظام وليس الاتفاق مع النظام. النظام لا يريد الاتفاق مع أحد، النظام لا يتفق مع نفسه، ناهيك أن يتفق مع معارضة أو يعترف بها أو يصحح سلوكه حسب المتطلبات الدولية. كثير من الأنظمة الدكتاتورية، مثلا النظام في كوريا الشمالية، في بعض الأحيان يستمع إلى المنطقة الدولية ويحاول أن يدرع عنه الشر من خلال إجراء بعض التعديلات أو بعض المكاييج كما يسموه. النظام الذي ليس قادرا حتى على هذا. المعارضة تسعى إلى إسقاط النظام بأي وسائل؟ أولا أريد أن أسألك، عندما قلت اجتمعنا في نوفمبر، لماذا هذا التوقيت؟ لماذا اجتمعتم في نوفمبر لم تجتمعوا قبل سنوات؟ هل أنتم جزء من ماكينة دولية إقليمية إريترية أيضا؟ هناك توقيت الآن نريد إسقاط النظام، وبالتالي الظروف مؤاتية لعقد مؤتمر لتوحيد المعارضة وللبدء في
في الضغوط إسقاط. نعم، أولا نحن لسنا جزء من أي ماكينة دولية ولا تحركنا أي جهة أخرى. الماكينة الوحيدة التي تحركنا هي ضمائر شعبنا ورغبتهم ومصالحهم، هذه أولا. وثانيا في نوفمبر، لأن في 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 أغسطس الماضي في 2010 أيضا كنا عقدنا مؤتمر حضروا حوالي 350 شخص، وقررنا أن نعقد مؤتمر في العام الذي يليه، وعقدنا مؤتمر في 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 هذا العام في نوفمبر، ليس لأنه هناك من يحركنا، بل إنما لابد لنا من عقد مؤتمر لبناء البيت الداخلي لممارسة الديمقراطية في نطاقنا الألماني، أيضا لوضع البديل، لتأهيل البديل الذي يخلف النظام، لأنه مسألة البديل هي لهذا النظام، أعتقد هي من ضمن المسائل التي تشغل المجتمع الدولي. التوجه بكلياته المجتمع الدولي ضد هذا النظام، ربما البعض يتخوف، لأننا عندنا تجربة في الصومال، ذهاب نظام ديكتاتوري بيخلف وراءه مشاكل داخلية. طيب أريد أن أسألك من خلال صفتك سكرتير عام للحركة الفيدرالية الإريترية، وكأنك أنت تريد أن تسوق الفكرة الفيدرالية، هل هذه الفكرة أصبحت فكرة معممة مقنعة للجميع، أم ما زالت لا تحظى بالأكثرية؟ لا، أنا أعتقد أنه نحن عندما بدأنا طرح هذه المسألة في هذا التنظيم قبل 10 سنوات كانت غريبة جدا يعني، وربما البعض كان يتخوف أنه مسألة الطرح الفيدرالي ربما هو لتقسيم الشعب الإريتري إلى دويلات مختلفة، ولكن اليوم أنه بالذات الفصيل الشباب من الشعب الإريتري وبيعرف أنه الحل الفيدرالي هو وسيلة للاستقرار وليس للتقسيم، هو أداة من أدوات الوحدة وليس الفيدرالية التي يعني تدعو إليها، فيدرالية جغرافية أم فيدرالية إثنية، أي نوع؟ هي خليط من الاثنين. نحن بنعتقد إنه الفيدرالية كما ذكرت أن هي حل لمشكلة تكون موجودة، إذا كان في داخل هذا الشعب مشكلة بتاعت وحدة وطنية، يعني مشكلة للتعايش فيما بينه، إذن الفيدرالية هو طرح للحل. فإذا كانت المشكلة في منطقة معينة هي مشكلة إثنية، وبالتالي يكون الحل هو فيدرالية إثنية. وإن كانت المشكلة هي جغرافية، بين أقاليم جغرافية تتنافس على الموارد أو تتنافس على الثقافات وغيره، إذن الحل يكون جغرافي، وبالتالي نحن نخلط نقول إنه الحل هو جغرافي في بعض المناطق، لأنه ليست كل مشكلة في منطقة معينة من إريتريا تشبه المشكلة. هل الفيدرالية تؤمن وحدة إريتريا من أنها مشروع تفتيتي أيضا؟ لا أبدا، هي تؤمن وحدة إريتريا وهي الضامن لها، لأنه الوحدة الطوعية، نحن بننادي الوحدة الطوعية من خلال تحقيق مصالح كل واحد ومن خلال الاعتراف المتبادل. إذا كانت الدولة الإريترية القائمة اليوم هي في المركز في أسمرة، تسيطر عليها فئة معينة من المافيا، هذه الفئة في خلفيتها الاجتماعية بالتأكيد تجد من يتعاطف معها ويحسبها الناس على هذا أو ذا، مع أنه نحن في إريتريا متفقون جميعا بأن هذه الفئة التي تحكم ليس لها دينا تنتمي إليه ولا قومية تنتمي إليها، بل إنها قوة مارقة من الجميع والجميع هو ضدها، ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد صراعات داخلية أو منافسة داخلية أو ربما مشاكل داخلية في المستقبل في تأتي من الإثنية أو تأتي من كيف سيتم إسقاط النظام، طالما فهمت منك خارج الهواء أنكم لا تستخدمون الخيار العسكري، وأن هذا النظام لديه خيارات أمنية عسكرية أساسا هي التي أدت إلى صمود هذا النظام، ما هي الخيارات التي ما هي الأدوات التي ستسقطون بها هذا النظام؟ نحن أولا في ميثاقنا السياسي، لا أقصد الحركة الفيدرالية، لكن الحركة الفيدرالية أيضا هي جزء من التحالف الديمقراطي الإريتري، واللي هو جزء اليوم من المجلس الوطني الأكبر، فنحن في مظلاتنا هذه في عندنا مواثيق، وفي ميثاقنا بنقول استعمال جميع الوسائل لإسقاط هذا النظام، جميع الوسائل ما فيها خيار عسكري، جميع اذا 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 فرض علينا. وانتم يعني هل انتم بصدد الاعداد لقوة عسكريه وتسليحيه من اجل اسقاط النظام؟ نحن لا نعد
كمجلس او كتحالف ديمقراطي اريتري او نحن حتى كتنظيم لا نعد لعمل عسكري، نحاول ان نتجنب العمل العسكري قدر لم يسقط هذا النظام، ولكننا ندافع عن انفسنا. من لم يسقط هذا النظام منذ الاستقلال حتى الان، لماذا سيسقط اليوم؟ سيسقط اليوم لانه عمره الافتراضي قد انتهى. لقد كشف للشعب الاريتري اولا، وتبرأ منه الشعب الإريتري جميعا، ويعمل اليوم كل مواطن إريتري لإسقاط هذا النظام أو يرغب في ذلك. وكذلك أن المجتمع الدولي قد تخلى تماما عن هذا النظام وعرف ماهيته، وبالتالي هذا النظام أعتقد عمر الافتراض قد انتهى. تحدث عن مثال كوريا الشمالية، كوريا الشمالية صامدة بنظام الدكتاتورية، كوبا صامدة بنظام الدكتاتوري، لماذا لا تصمد إريتريا؟ لا، إريتريا لا تصمد لأنه إريتريا ليست كوريا الشمالية بمواردها، بمجيئة التاريخ اللي هو الصراع بين كوريا الشمالية والجنوبية، ووجدت هي كنقيض لكوريا الجنوبية اللي هي في كانت في حمى الغرب والأمريكان، وهي فولدت في ظل الحرب الباردة. إريتريا لم تولد في ظل الحرب، بل عكس، يعني إريتريا جاءت كدولة بعد نهاية الحرب الباردة، ولحاجة إريتريا محلية والبحث عن السلام. وبالتالي بمعنى أنه قبل المجتمع الدولي بانفصال إريتريا عن إثيوبيا واستقلالها، ليس ربما تعاطفه مع شعب الإريتري فقط، بل إنما لإقرار السلام في تلك المنطقة. وبالتالي إريتريا هي وليدة البحث عن السلام والاستقرار في إفريقيا جميعا، وفي منطقة القارة الإفريقية. إذا أخلت إريتريا بهذا الشرط فهو شيئين، إما أن يزول هذا النظام الذي يسبب عدم الاستقرار هذا، وإما أن تزول إريتريا. وبالتالي لن تزول إريتريا، لأنه طالما من قاتلوا من أجلها الشعب الإريتري اللي هو صاحبها، فسيزول النظام. كل المؤشرات تدل على أنه هذا النظام هو إلى زوال، لأنه هو خالف القانون الذي بسببه قامت إريتريا أصلا. يعني إريتريا لم تقم لتكون دولة حرب، إريتريا لم تنتصر على حرب وبالتالي قامت في هذا. إريتريا قامت لكي يوجد سلام في هذا المنطقة. طبعا احنا قدمنا الموضوع الإريتري، وانا ادعوك حتى المشاهد العربي ان يتابع ما سيجري وما يجري حاليا في القرن الافريقي، لا سيما في الصومال وإريتريا، ولا سيما بعد مؤتمر لندن. اريد ان اشكرك استاذ بشير اسحاق، السكرتير العام للحركة الفيدرالية الإريترية، كنا نناقش المسألة الإريترية. شكرا للانتباه، الى اللقاء. شكرا.